قمنا بالحج متمتعين قبل عامين من الآن، وقمنا بأعمال الحج كاملة إن شاء الله، من طواف الإفاضة والسعي والمبيت والوقوف بعرفات والهدي، ولكن ظنا منا بأنه ليس لنا طواف وداع أنا وجميع أفراد عائلتي، فإننا ما قمنا بطواف الوداع لأننا نقوم بزيارة مكة كل فترة، وطواف الوداع للقادمين من خارج المملكة فقط، هذا اعتقادنا. فهل ما قمت به صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما العمل وما هي الكفارة؟ مأجورين. ما قام به السائل من أعمال الحج فكله صحيح، لكن الوداع تركه غير صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأهل جدة ومن دون جدة أيضا، نعم، إذا خرجوا من مكة بعد حج أو عمرة وجب عليهم طواف الوداع، إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع فإنه يجزي عن طواف الوداع. وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا وقصروا ثم رجعوا إلى أهلهم فليس عليهم وداع، لأن الوداع الأول كاف. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء أنه يلزم كل واحد منهم دم، أي فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لتركهم هذا الواجب.